تمام كده شباب، الارض بي اشتغل معايا بكل سهولة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعضاء ومتابعين قناة مستر بيكا للمعلوميات، اهلا وسهلا بالجميع. النهاردة ان شاء الله جايب لكم درس جديد ناس كتير سألتني عنه، وهو انشاء VBS RDB على موقع ازوري، وان شاء الله هيكون بدون فيزا. هنقدر نحصل بها على حساب برامات 8 جيجا وهيكون شغال معانا كويس ان شاء الله. قبل ما نبدأ الفيديو اتمنى ان انت تدوس على زرار اللايك وتعمل اشتراك في القناة عشان تتابع كل جديد. ونبدأ على بركة الله. اول حاجة هتفتح متصفح الجوجل كروم بتاعك. هنبدأ بعد كده شباب نفتح نافذة جديدة للتصفح المتخفي، وهنبدأ نخش على موقع اوتلوك. زي ما انتم شايفين يا شباب موقع الاوتلوك، تقدر ان انت تبحث في جوجل عن الاوتلوك وتبدأ تخش على اول رابط، هيبقى معانا بالشكل ده. بعد كده هنقول له كرييت فري اكونت، هيبدأ يطلب مني الايميل اللي انا هنشئ بيه الاوتلوك او اسم الايميل، فابدأ انا اكتب اسم الايميل بتاعي. وبعد كده هدوس على التالي. هيبدأ يطلب مني كلمة المرور، هبدأ اكتب حرف كبير وحرف صغير وارقام وعلامة. وبعد كده هدوس على التالي. هيبدأ يطلب مني بعد كده الاسم، فانا هبدأ اكتب الاسم بتاعي وابدأ ادوس على التالي. وبعد كده البلد بتاعتك، انا اختار البلد المنطقة مصر، وابدأ احدد تاريخ الميلاد بتاعي. وبعد كده هدوس على التاني. هيبدأ بعد كده يوصلني لصفحة التحقق، هبدأ ادوس على التالي وابدأ اطبق الرسمة دي كده زي ما هي في الصورة، المكان اللي بيشير بيه الاصبعين، وابدأ ادوس ارسال. هيبدأ يقول لي اكتمل التحقق. بعد كده شباب هبدأ احفظ الايميل بتاعي في اي ملف تكست، وبعد كده هبدأ ادوس على متابعة. وبعد كده يقول لي الابقاء على تسجيل الدخول، اعلم على الاختيار ده وادوس على نعم. تمام كده يا شباب، انا انشأت بريد على الاوتلوك. هبدأ بعد كده افتح علامة تبويب جديدة وابدأ اكتب كلمة ازوري بالشكل ده كده يا شباب. هبدأ اكتب كلمة ازوري وبعد كده جنبها كلمة لوجن عشان ابدأ اعمل تسجيل دخول. ابدأ اخش على الرابط الاولاني، وبعد كده يا شباب هدوس هنا على الاختيار سيج ان. هيبدأ يفتح معايا الصفحة دي، يا اما اكتب البريد بتاعي على طول يا اما انزل على انشاء حساب. هيبدأ يظهر بعد كده الحساب اللي انا سجلت بيه على الاوتلوك، هبدأ اختاره. زي ما انتم شايفين كده شباب انا عملت حساب على موقع ازوري بدون فيزا، ودي هتكون الخطوة الاولى ان شاء الله. بعد كده هدوس على فيرتوال ماشين، هقف عليها بالشكل اللي انتم شايفينه ده. وبعد كده هبدا انزل لتحت وادوس على كرييت او ويندوز فيرتوال ماشين ان ازوري اللي انتم شايفينها ده يا شباب. هيبدا يفتح معانا الصفحه دي، هنتبع الاجراءات خطوه خطوه علشان بعد كده في مرحله ثانيه هنعملها ونبدا ان احنا ان شاء الله نحصل على الويندوز. هنبدا ندوس على كلمه بدء، بعد كده هيحولني للصفحة دي. هبدأ أنزل لتحت كده وأدوس على كلمة متابعة. زي ما انتم شايفين كده شباب هننزل بالبقرة بتاعت الماوس، مش هننزل بالسهم ده علشان كأننا قرينا الإرشادات بتاعت الصفحة، ونبدأ نجمع النقط دي. وبعد كده نخش نعمل جهاز فيرتوال ماشين. هنبدأ ننزل لتحت كده،
وبعد كده هندوس على متابعة مرة كمان. هنيجي هنا عند الصفحة رقم 3، هلاقيه طالب مني تسجيل الدخول لتنشيط بيئة الاختبار المعزولة. هبدأ أدوس عليها، هيبدأ يحولني للصفحة دي تاني. هبدأ أكتب البريد بتاعي بالشكل اللي انت شايفينه ده، أو هدوس على إنشاء حساب، وبعد كده هختار الأكاونت بتاعي. هيحولني للصفحة دي، هبدأ أدوس على التالي، وبعد كده بيقول لي الاسم المعروض، هتبدأ تكتب الاسم الخاص بيك، وبعد كده هتدوس على التالي، وهتختار هنا الدولة، هتكون الولايات المتحدة. وبعد كده هندوس على التالي. في الصفحة دي هنعلم على اختيار الطالب، وبعد كده هدوس على التالي. وفي الصفحة دي هعلم على اختيار مبتدئ، وبعد كده هدوس على التالي. وفي الصفحة دي هختار أزوري بالشكل كده زي ما انت شايفين، وادوس على التالي. هيقول لي تمام، لقد أتممت كل الإجراءات اللازمة. هدوس على موافق، هيبدأ يتحقق من الفي بي اس وطالب مني تأكيد الحساب، فهبدأ أدوس على تحقق، ومن هنا هختار اللي هو طالبه مني. هبدأ بعد كده أدوس على مراجعة الأذونات. وابدأ أدوس على قبول. تمام كده شباب، زي ما انتم شايفين لو فشل معاك هترجع سهم لورا وتدوس من جديد، هيشتغل مفيش أي مشكلة. في الصفحة دي احنا بنبدأ ان احنا نجمع نقط علشان نعمل بيها الفي بي اس، فلازم نمشي خطوة خطوة علشان ما يحصلش معاكو اي مشكلة. تمام كده شباب، هو هنا بيقول لي ان هو هيديني الفي بي اس لمدة ساعة، طبعا انا مش هشتغل بالنظام ده. تمام كده شباب، هبدأ أنزل لتحت، هدوس على متابعة، هبدأ أنزل تاني وأدوس على متابعة. هيجي عندي هنا الصفحة اللي هي 5، الصفحة رقم 5، هبدأ أنزل للأسفل كده وأدوس على متابعة، وبعد كده الصفحة رقم 6، هبدأ أدوس على متابعة مرة أخرى، وباقي معنا الصفحة الأخيرة اللي هي رقم 7، ودي هتديني 600 نقطة. فأنت لازم تعلم على الاختيارات اللي أنا أعلم عليها بالظبط علشان تقدر تحصل على 600 نقطة. فانا هختار هنا في الاختيار ده الار دي بي زي ما انتم شايفين كده، وبعد كده هبدا اختار الاخير زي ما انتم شايفين كده شباب، وبعد كده هبدا ادوس على الاختيار اللي في النص اللي هو رفض الجميع، وبعد كده اعمل مراجعه للاجابه. تمام كده شباب، انا حصلت على 600 نقطه. هاجي بعد كده لعند التبويب بتاعت موقع أزوري، وأبدأ إن أنا أعمل تسجيل خروج من الحساب بتاعي. وهرجع بعد كده أعمل تسجيل دخول مرة تانية.
هيبدأ يحولني على الصفحة الرئيسية مرة أخرى. هاجي على الـ Virtual Machine، أقف عليها بالشكل ده، وبعد كده هدوس على Create، وبعد كده هختار أول اختيار اللي هو زوري Virtual Machine. زي ما انتم شايفين هيبدأ يحولني على الصفحة دي. هاجي على الاختيار اللي هو Resource Group، أبدأ أدوس عليه واختار الاختيار اللي يظهر معايا، وبعد كده بيقول لي اسم الـ Virtual Machine هيكون ايه اللي هو الاسم الظاهري، فأنا هكتب مستر بيكا بالشكل ده كده يا شباب. وهنا هختار المدينة اللي أنا عايز أشتغل عليها أو الدولة اللي أنا عايز أشتغل عليها، فأنا هخليني على الولايات المتحدة زي ما أنا. أنت لو حبيت تغير العنوان بتاع الاي بي هتختار اي دولة اخرى. هنيجي بعد كده على الايمج، هشوف النظام اللي انا عايز اثبته. هو هنا جاب لي نظام الاوبونيتي سيرفر، فانا هبدأ اختار ويندوز 10 برو زي ما انتم شايفين كده شباب. الاحظ هنا ان هو بيقول لي هنعمل لك جهاز برامات 8 جيجا والبروسيسور هيكون 2، وفي الخانة اللي تحت دي طالب مني اليوزر نيم والباسورد، فانا هبدأ اكتب اليوزر نيم اللي هخش بيه عن طريق الار دي بي، وابدأ اكتب كلمة السر بتاعتي. تمام كده شباب. هاجي بعد كده على سيلكت انباوند بورتز، هبدأ ادوس عليها واحدد جميع هذه الخيارات، وبعد كده هوافق على الشروط، وبعد كده هقول له ريفيو كرييت. هيبدأ كده بالشكل ده كده يعرض معايا الصفحة دي. هنزل أدوس على كرييت مرة أخرى، تمام كده شباب. بعد ما حولني للصفحة دي حاليا هو بينشئ الـ VBS أو الـ RDB. هنستنى لحد ما يخلص ونعمل تشغيل للـ VBS إن شاء الله. تمام يا شباب. بعد ما هينتهي من مرحلة تنصيب الـ VBS هبدأ أدوس على Go to Resource، هيبدأ بعد كده يحولني للصفحة دي. هبدأ أنسخ الـ IP من هنا بالشكل ده، وبعد كده هبدأ أفتح برنامج Remote Desktop، وأبدأ أعمل لصق للـ IP وأدوس على Connect. هيبدأ يطلب مني اليوزر نيم والباسورد، أنا كنت عامل اليوزر نيم أحمد بيكا، وأبدأ أكتب الباسورد اللي أنا عملته، وأبدأ أدوس على أوكي، وأبدأ هنا أقول له دونت أسك، وأبدأ أدوس على يس. تمام كده الـ VBS اشتغل معايا. بعد ما تظهر معايا الصفحة دي هبدأ إن أنا ألغي جميع الاختيارات دي، وبعد كده هدوس على Accept. تمام كده شباب، الـ RDB اشتغل معايا بكل سهولة. أتمنى لو الفيديو عجبك تعمل لايك للفيديو وتعمل اشتراك في القناة، وشكرا، ونتقابل في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.